أنهم عالم الغيب لا يحجب عنه مثقال ذرة لا يحجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفتعى على الله كذبا يُعْرَضُ الْمُجْرِمُونَ
يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاب مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما ذوات أصنام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان وجعلنا ما نكانت وبين يدينا وما خلفها وموعظة للمتقين تعالى إن قالت الملائكة يا مريم ابنة الله بشرك بكلمة من وصفه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجيها لا شريك وشرك